طبعا بعد عرفنا وخذينا الميكانيزم نتاع الريفرسبل هايبوكسيك سيل انجري، تو بنجو ناخذ اخر حاجه في الهايبوكسيا اللي هي الميكانيزم اوف الريفرسبل هايبوكسيك سيل انجري، شنو هنا التشينجز اللي يصيرن. وعرفنا منها شنو معنى ريفرسبل وشنو معنى الريفرسبل. بعد نقول لك الريفرسبل بتقول لي معناها مده انقطاع الاكسجين على الخليه او مده الهايبوكسيا كانت اقل من 12 ساعه. وبعد نقول لك الريفرسبل هايبوكسيك سيل انجري بتقول لي والله معناها هذه مدة انقطاع الأكسجين أو مدة الهيبوكسيا اللي كانت مسلطة على الخلية فاتت أو هلبت 12 ساعة. معناها أنا بعد بنجي نقول تعريف الريفرسبل هيبوكسيك سيل انجري بنقول بيرزيستنس هيبوكسيا، شخص قاعدة الهيبوكسيك ستيت قاعدة مستمرة، شخص خش في هيبوكسيا قعدت ساعة ساعتين ثلاثة أربعة 10 11 12 وخشت تزيد أخرى، فشخص قاعد في بيرزيستنس هيبوكسيا بعد يهلب ال 12 ساعة في اللحظة هذه نقول عليه احنا شنو؟ خش في irreversible changes. تمام؟ ده مادام الشخص خش في irreversible changes معناها ان السل مستحيل تستعيد النورمال والستراكشر والنورمال فانكشن متاعها، ومستحيل حيصير سيل ريكفري. فشين حينتهي بيه الريفرسبل تشينجز؟ ينتهي بيه بالسيل ديث، هذا المطاف الاخير متاح. تمام، يجيك شخص يقول لك بيه دكتور شنو هن الريفرسبل تشينجز، شنو هن التشينجز اللي انا لو شفتهم في الخليه نقول والله الخليه مش حترد كيف قبل وحينتهي بيه المطاف الى السيل ديث. تو خذوها قاعده، اي مكان باي في العمومك تبي تسيطر عليه او تبي تدمره فيه فايتال اريا في الاماكن هذه، لو انت قدرت تدمر معناها انت قدرت تدمر المكان هذا بالكامل. تو نحن في الاو في الهيومن بودي عندنا 5 فايتال اورجانز، هذين لو دمرت الشخص حيموت، البرين الهارت الليفر واللانج واخر حاجه الكدني، هذين لو تدمر البيشنت حينتهي به المطاف الى الدف. لكن اذر اورجانز لا يقدر الشخص يعيش بدونهم حتى لو استأصلوهم، لكن الفايف اورجانز هذين مستحيل تقدر تعيش بهن. نعطيك مثال اخر، لو دولة مثلا تبي تحتل دولة وجيش نتاع الدولة هذه قدر يخش ويهلب الحدود ويخش في الدولة اللي هو ناوي انه يحتلها او يدمرها، التعليمات يجينا يقول لهم خذوا 4 أو 5 مكانات سيطروا عليهم، انت مبكي سيطرتوا على الدولة بالكامل ودمرتوها. يقول مثلا سيطروا على معسكرات الجيش، سيطروا على مكان الرئاسة، سيطروا على مكان التلفزيون وهكذا. نفس الفكرة في الخلية، الخلية انا مش ندمرها ونسبب لها تشينجز يسموا فيه الريفرسبل ودمرت الخليه بالكامل، عندنا 3 مكانات اساسيه لو انا قدرت ندمرها في الخليه انا هيك قدرت او نجحت ندمر الخليه بالكامل. عندي هذه الخليه، في واحد منهم قلت لكم من قبل، قلت لكم ان الخليه ما تقدرش تعيش من غير السيل ميمبرين نتاعها، شبهت لكم بالدوله، اي دوله تبي تدمرها دمر الحدود نتاعتها خلاص انت قدرت تدمرها بالكامل. نفس القصه في الخلية، لو أنا نجحت نكسر السيل ميمبرين معناها أنا نجحت إني نقتل الخلية. تمام، فتو نجو نعرفوا شنو هن الـ3 مكانات اللي في الخلية لو أنا نجحت إني ندمرها أنا نجحت إني نقضي على الخلية بالكامل. عندنا هذه السيل وهذه النيوكليوس بتاعتنا. تمام، الأورجانيلز جوا عندنا حاجة اسمها الميتوكوندريا، كلكم عارفينها صح ولا لا؟ هذه الميتوكوندريا، وعندنا اللايزوزومز. تمام، وعندنا السيل ميمبرين. تمام، اللايزوزومز جوا شنو فيهن؟ اللايزوزومال انزيمز. تمام، انا لو نبي ندير irreversible changes لازم نقضي على الـ3 مكانات هذه، نهاجم الميتوكوندريا ونهاجم السيل ميمبرين ونهاجم اللايزوزومز. بحد اخر يقول لك دكتور ما قلت لنا نيوكليوس من قبل، حد جايك في الكلام، لاني هنا بعد نضرب هذين الاثنين حتى نضرب النيوكليوس. تمام، فانا لو نجحت ندمر السيل ميمبرين تاع الخليه ونجحت اني ندمر اللايزوزومز ونجحت اني ندمر الميتوكوندريا، هيك انا خششت الخليه في irreversible هيبوكسيك سيل انجري وحينتهي به المطاف اخر حاجه الى السيل ديث.
تمام. نجول اول حاجه هو الانجري اوف لايزوزومز. تمام، انا عندي الخليه هذه بتاعتي، تمام، وهذه النيوكليوس بتاعتنا، وجوه شنو فيه هنا؟ هنا فيه اللايزوزومز، وهذينا لايزوزومال انزيمز. تو في الريفرسبل، في الفيديو السابق الريفرسبل شنو قلت لكم انا؟ قلت لكم بعد تقل نسبة الأكسجين يبدأ شنو يزيد لي عملية الجليكولوسيس، لكن الجليكولوسيس في عدم وجود الأكسجين، لأن أوريدي أنا قاعد في هيبوكسيا، يسموا فيها الآن ايروبيك جليكولوسيس، صح ولا لا؟ فخلينا نكتبوها خير مش تبين معكم صورة. فالشخص قاعد في هيبوكسيا، تو هي على فكرة هي سلسلة واحدة، راك تحسبوها أنت مثلا ريفرسبل بروحها والريفرسبل بروحها، لا، تبدأ في البداية بعد تكون الهيبوكسيا في بدايتها، يعني في الساعات الأولى، لأن قبل، بس أهم حاجة تكون قبل 12 ساعة، يبدا يصير ريفرسبل تشينجز. لو انا جيت بحثت الخليه ولاحظت ان في تشينج صار، لكن النوع بتاعها ريفرسبل اللي خذيناها في الفيديو السابق، خلاص انا نقول لو في امل، او لو ردينا الاكسجين حترد الخليه كيف قبل. لكن بعد تستمر الهيبوكسيا واجد وساعات اكثر، نخش في الريفرسبل تشينجز. فانا بعتقد انت هنا الهيبوكسيا مستمره، صح ولا لا؟ حتزيد معناها معايا حاجه اسمها الان ايروبيك جلايكولوسيس، صح ولا لا؟ به، شنو هو الناتج بتاع الانيروبيك جلايكولوسيس اللي قلناه في الفيديو السابق؟ اللي هو اللاكتيك اسيد، معناه حيكون عندي مور 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 لاكتيك اسيد، صح ولا لا؟ اللاكتيك اسيد شنو بيدير للبي اتش بتاع الخليه؟ بينقص ليه، مظبوط، معناه بيكون مور ديكريز في البي اتش. والاسيدك ديما حاجه، يعني بعد تكون في اسيدك ميديا ديما حاجه تذوب، بتسمع عند اسيدك ميديا تزيد الاسيدتي، معناه ان انا اعرف ان الوسط اللي قاعد معه حيسيح. بالمعنى هذا ابسط مثال نتاعها ال HCl اللي في السمك، كل ما تزيد ال HCl كل ما تزيد نسبه التذويب او نسبه التاثير نتاع ال HCl، تمام. بعد تزيد، او سوري، بعد تقل نسبه البي اتش، شو تبي تضرب لي؟ تبي تضرب لي اللايزوزومز. بعد تضرب لي اللايزوزومز او الجداء الممبرين تاع اللايزوزوم، بعد تكسر لي، شنو بيدير اللي عندنا؟ بيطلع من برا. اذا ما طلع عندي برا، معناها تو اللايزوزوم الانزيم اللي عندنا وظيفتها يكسر، ما يحقنش في اي حاجه قدامي، تدميريه، بيبدا يدمر. يجيك حد يقول لك بيه تمام، نقص البي اتش وتكسر اللايزوزوم الممبرين وطلع اللايزوزوم او اللايزوزوم الانزيم، شنو الحالات اللي بيدير لي؟ نقول لك رب يضرب بين ثلاث حاجات اساسيه، فالنقص اوف بي اتش هذا بعد دمر لي الليزومز، بيضرب لي ثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه بيزيد اكثر واكثر من البروتين ديجريديشن، اللي هو اوريدي كان صاير من قبل، لكن حيصير اكثر واكثر، تمام. تاني حاجه بيدير لي، بيسبب لي الليزوم، بيدمر لي حاجه اسمها الار ان اي، ودي لي ار ان اي دايجيشن، كسر لي. طبعا انت مسمعين اسيدوفيلك زمان في الهيستو والبازوفيلك، النيوكليوس نحن بعد نصبوها بسبب وجود الار ان اي، اللي هو ياخذ بعد نحطوا له نحن بازوفيلك داي، هي كيف مثلا الهيماتوكسيلين، بياخذ اللون نتاعها اللي هو تقريبا ازرق او بيوربل، تمام. فنسموا فيها بازوفيلك. ليش بازوفيلك؟ بسبب وجود الار ان اي. لكن في الحالة هذه هنا بدأ الار ان اي يتكسر، معناها نسبة الار ان اي تبدا تنقص، معناها شنو يصير لها البازوفيلك؟ الكريتيريا تبدا تنزل، فالار ان اي دايجيشن يسبب لي حاجة اسمها نقص في البازوفيلي اوف ذا سيل. بعد تسمعها عرفها ان راه في ار ان اي دايجيشن، تمام. هذينا اول تغييرين حيصير. التغيير الثالث اللي هو نيوكليير تشينجز، حد يقول لك يا دكتور انت قلت لنا في الريفرسبل، قلت لنا انه راهو بعد البي اتش ينزل في حاجه اسمها كلامبينج او نيوكليير كلامبينج اوف كروماتين، صح ولا لا؟ نقول لك صح. بعد يبدا يصير كلامبينج، بس كنا قاعد راهو اموري تمام، اموري في السليم، وقاعد تحت بند الريفرسبل. لكن لو النيوكليير تشينجز زاد او قاعد في تشينجز اخرى، معناها انا خشيت في الريفرسبل تشينجز. باهي، يقول لك شنو هن الريفرسبل، شنو هن التغييرات الاخرى اللي بيصيرن في الخليه؟
نقول لك نيوكلير تشينجز اللي بيصير هنا، لو انت شفتن اعرف روحك انك لو انت خشيت في الريفرسبل ستيت. عندنا هذه النيوكليس، تو نبنى هذه النيوكليس، لا مش خليه، هذه النيوكليس. جوا النيوكليس شنو فيه؟ في كروماتين، صح ولا لا؟ نتيجه المور هيبوكسيا والمور فورميشن اوف لاكتيك اسيد والمور ديكريز في البي اتش، يبدا الكروماتين اللي داخل النيوكليس شنو بيصير له؟ يبدا يصغر وتجمع في مكان واحد، اللي كان هو قاعد متوزع بالتساوي في النيوكليس كله، يبدا ياخذ زاويه معينه ويتجمع فيها، يبدا شنو صار لي هنا؟ كوندنسيشن وشرينكينج اوف كروماتين. شنو صار لي؟ كوندنسيشن شرينكينج اوف كروماتين، هذا الشيء يسموه فيها، يسموه فيها نيوكليير شرينكينج. تمام، الحاله هذه شنو نسموا فيها؟ نسموا فيها البيك نوسس. فلو انت جاك شخص في الامتحان اورال او اي شخص او اي دكتور قال لك شنو هي البيك نوسس، تقول البيك نوسس كلمه تكون مور هايبوكسيا، كلمه يكون مور ان ايروبيك جليكولايسيس، حيكون الناتج بتاع الان ايروبيك جليكولايسيس لاكتيك اسيد هاي، معناها مور ديكريز في البي اتش، من ضمن النقص اوف البي اتش حتدمر لي البروتين، تزيد لي من الديجريديشن اوف البروتين، حتضرب لي الار ان اي، حتدي لي نيوكليير تشينجز. من ضمن النيوكليير تشينجز ان الكروماتين اللي كاين متوزع بالتساوي في النيوكليس يبدا يصير له شرينكينج كوندنسيشن في اتجاه واحد. في الحاله هذه نسموها بيك نوسس. به لو الهيبوكسيا ما زالت مستمره معانا، شنو بيصير للكروماتين هنا؟ يبدا يصير له فراجمنتيشن، يبدا يتفتت. تمام، يبدا يتفتت، يسموه فيها كروماتين او نيوكليير فراجمنتيشن. بهي دكتور هل لها اسم؟ تو هذه اوكي كوندنسيشن قلنا اسمها بيكنوسس، هذه شنو الاسم بتاعها؟ يقول لك اكيد لها اسم، يسموا فيها الكاريو ريكسس. شن معنى البيكنوسس؟ شرينكينج كوندنسيشن اوف كروماتين. شن معنى الكاريو ريكسس؟ فراجمنتيشن او تفتيت او تقطيع الكروماتين. به فتتها وقطعتها انا، بعدين تجي تبحث في التسلسل في البدايه صغرتها بعدين فتتها، تو شنو بندير؟ نبي ناكله، نبي نكسره. شنو الحاله اللي تكسر لي في الكروماتين؟ اللي هنا الدي ان ايز والار ان ايز. تمام، دي بعد تسمع ايز عارف ان حاجه انزيم وبيكسر. تمام، جاء الار ان ايز والدي ان ايز كسرا الفتات اللي درتناها، فخلى لي كيف الهلام داخل نيوكليوس، يسموا فيها النيوكليير فيدينج، كيف انبهتت النيوكليوس، نيوكليير فيدينج. بهذه لها اسم، يا سلام لها اسم، شنو اسمها؟ اسمها الكاريولايسس، كاريو لايسس. فانا لو لاحظت تشينجز الثلاثه هذين اللي نسموه في النيوكليير تشينجز، اعرف ان الخليه خشت في الريفرسبل تشينجز. نديروا ريفيجن سريع، الاول بند خدينا معاه ما خدينا معانا اللي هو الانجري اوف لايزوزومز، قلنا نحنا مش نقولوا الخليه خشت في الريفرسبل هيبوكسكس الانجري، لازم نضرب ثلاث حاجات، لايزوزومز سيل ميمبرين والميتوكوندريا. خدينا اول حاجه اللي هي اللايزوزومز، قلنا كلمه تكون مور هيبوكسيا، كلمه يكون مور ان ايروبيك جليكوليسيس، كلمه يكون انتاج لاكتيك اسيد مور، معناها النقص اوف البي اتش حيكون اكثر، دمر لي جدار اللايزوزوم الممبرين، يبدا يطلع لايزوزومز انزيم، لايزوزوم الانزيمز يبدا يخرب في الخليه، يزيد لي من البروتين ديجريديشن اللي هو اوريدي قاعد من قبل اصلا، فتزيد الطين بله، تدير لي دايجيشن اوف الار ان اي، فهذه تنقص لي من البازوفيليا اوف ذا سيل، وتدير لي نيوكليير تشينجز اللي نحن عرفناه ان هن البيكنوسس والكاريوريكسس والكاريو لايسس. تمام، هذه اول حاجه اللي هي الانجري اوف لايزوزومز. نجول للحاجه الثانيه اللي هي الانجري اوف سيل ميمبرين. قبل ما نبدا شنو كيف يصير الانجري اوف سيل ميمبرين، نجول ريفيجن مع بعضنا شنو هو تكوين السيل ميمبرين. هذه الخليه نتاعنا وهذه النيوكليوس، وعندنا هذا السيل ميمبرين. السيل ميمبرين هو شنو؟ عباره عن شنو؟ عباره عن فوسفوليبيد وسيتوسكيلتون، صح ولا لا؟
فوسفو ليبيد وسايتو سكيلتو. تمام، سايتو سكيلتون هو عبارة عن بروتين طبعا. فلو أنا نجحت إني نكسر الفوسفوليبيد ونكسر سايتو سكيلتون، هيك نجحت إني ندمر سيل ميمبرين، صح ولا لا؟ كان تتذكروا حاجة قلت لكم، وقلت لكم حطوا عند تحتها خطين في الفيديو السابق، قلت لكم إن من ضمن الخصائص بتاع الريفرسبل هيبوكسكس الانجري إنه يزيد من الإنفلاكس أوف كالسيوم، صح ولا لا؟ ويزيد الانتراسيلولر كالسيوم. لكن قلت لكم الكالسيوم ياخذ دور المتفرج فقط، ما يديرش اي حاجه، صح ولا؟ امتى يبدا الكالسيوم يربش على روحه ويبدا يكسر ويبدا يدير فيه وشيش؟ توه في الريفرسبل. شنو يصير لي الزياده في الكالسيوم؟ تمام، شو تدير لي زياده في الكالسيوم؟ عادي تدير لي ستيموليشن الانزيم اسمه الفوسفو لايبيز. الفوسفوليبيد هذا من اسمه فوسفوليبيد، معناه بيكسر شنو؟ الفوسفوليبيد. في عدي الفوسفوليبيد هذا يكسر لي الفوسفوليبيد. تمام، شنو سبب تكسير الفوسفوليبيد؟ الهاي كالسيوم. الهاي كالسيوم زادت واجد في الخليه، فالكالسيوم ريحتش روحها، قالت حد تحفزت لي انزيم اسمه الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد عدى كسر لي الفوسفوليبيد ودار لي الفوسفوليبيد ديجريديشن. تمام، هل الكالسيوم يوقف عند هنا بس؟ لا، ايضا الزياده في الكالسيوم بعد يتحفز لي انزيم واحد اخر، شنو اسمه؟ قولوه مظبوط، اسمه البروتيز. وهذا خذيناه في ادابتيشن، كنت اذكره في اليوبيكوتين لايجيز بروتيز باثوي. فعلا بروتيز معناه بيكسر بروتين، فوسفولايبيز معناه بيكسر فوسفوليبيد. فالزياده في الكالسيوم عاد تحفزت لي انزيم اسمه البروتيز. البروتيز عاد شنو؟ دغري كسر لي سيتوسكيلتون اوف ذا سيل ممبرين، وهيك نجحت اني نكسر السيتوسكيلتون. ما دام انا نجحت اني كسرت الفوسفوليبيد كسرت السيتوسكيلتون، هيك نجحت اني ندمر سيل ممبرين تاع الخليه. تمام، سهله وبسيطه، ندير لها ريفيجن سريع. قلنا تاني حاجه من الريفرسبل تشينجز اللي بتصير لازم نديروا انجري للسيل ممبرين. وقلنا نحن في البدايه من ضمن خصائص الريفرسبل هي انكريز في انترسيلولار كالسيوم. على فكره الكلام يقول فيه هذا كله ام سي كيو، افهم مش تقدر تجاوب. الام سي كيو يقول لك واحده من المميزات تاع ريفرسبل هيبوكسكس الانجري انكريز في الكالسيوم، حتكون صح. لكن لو يكتب لك واحده من مميزات الريفرسبل هيبوكسك سيل انجري هي ديجريديشن اوف فوسفوليبيد ديجريديشن اوف سيتوسكيلتون، هذه خطا. ففي في الريفرسبل الكالسيوم يزيد فقط، يبدا يحشد في القوات نتاعته، يحشد في الجنود نتاعين، يوصل مرحله معينه يبدا يوصل مرحله معينه يبدا يضرب ويبدا يدير في الوجيج نتاعه. فزياده الكالسيوم اللي عندي هنا عدد حفزت لي تو انزيمز مهمات، دارت ستيموليشن للفوسفوليبيز كسر لي الفوسفوليبيد، وعدى حفز لي حاجه اسمها البروتيز كسرت لي السيتوسكيلتون بروتين اوف ذا سيل ميمبرين. هيك نجحت انني ندمر الفوسفوليبيد وندمر السيتوسكيلتون، وهيك قدرت ندمر السيل ميمبرين. في حاجه ثالثه اخرى تدمر السيل ميمبرين اسمها الاكسجين فري راديكال، لكن تو مش هنشرحها لكم، هنشرحها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله بعد نحكي على الفري راديكال بالتفصيل، لكن خلوها في بالكم بس. تمام، اخر حاجه عندي مش نكملوا ونشطبوا الريفرسبل هيبوكسكس الانجري، انه لازم يصير لي انجري اوف الميتوكوندريا. خذينا الثلاث الاولاد، خذينا اللايزوزومز، خذينا السيل ميمبرين، تو بناخذ الميتوكوندريا. نجي نرسم رسمتنا، هذه الخليه بتاعتنا والنيوكليوس لازم منها دقيقه في النص، وعندنا هنا الميتوكوندريا. تمام، به انا في السابق شنو صار لي قبلها؟ انضرب اللايزوزومز وانضرب السيل ميمبرين، واوريدي اصلا الكالسيوم اللي هو بدا يربش على روحه اوريدي قاعد يخش هو اصلا ويزيد. بعد انا كسرت السيل ميمبرين الحدود ما عادش في حدود للدوله نتاعي، للسلم نتاعي ما عادش في حدود، قاعد اي حاجه تخش وتطلع من غير رقيب، فيبدا يصير لي ماسيف انفلكس اوف كالسيوم. يبقى اصلا هو الكالسيوم خاش واجد واجد لبل انا دمرت له الممبرين، فبعد يخش قاعد يخش شنو؟ كيف السلام عليكم؟ به ماسيف انفلكس اوف كالسيوم. بعد خش الكالسيوم جوا هنا من تلقاه؟ تلقاه الميتوكوندريا، قال يبحث الميتوكوندريا في السيتوسول او السيتوبلازم، يبحث اوبا حق كالسيوم واجد.
يبي يتدخل، يبي يوري شطارته طبعا الميتوكوندريا. يبدا الشين قاعد يدير، قاعد ياخذ الكالسيوم ويقول له ابتيك، فقاعد يصير ابتيك اوف كالسيوم انسايد الميتوكوندريا. الميتوكوندريا هنا عارفين المثل اللي يقول لك يبي كحلها عمى، هذا يدير الميتوكوندريا، يحسب روحه جاي بالدور، يحسب روحه هو قاعد في السيتوبلازم وحق الكالسيوم جوه، قال لك لا طول الكالسيوم بيدير لي وجيج، بيبدي يكسر لي، بيبدي يحفز لي الفوسفوليبيز، يحفز لي البروتيز، يدمر لي سيل ممبرين. لازم انا نتفادى الموضوع هذا ونكرر عندي، نحاول نتفادى الخطوره متاعه. لكن مش عارف الميتوكوندريا هو انه بعد ياخذ الكالسيوم عنده جوه، الكالسيوم بيدمره هو، فهو جاي يبي كحلها، جاء دمر الميتوكوندريا اللي هو اصلا ليش مدخل روحه في النص اصلا. تمام، فماسيف انفلاكس اوف كالسيوم قاعده الميتوكوندريا جوه في السيتوبلازم، حقت كالسيوم قاعد تاخذ فيه عندها، دس فيه عندها. شن دار عمك الكالسيوم داخل الميتوكوندريا؟ دار لي انهبيشن للميتوكوندريال انزيمز، لان اصلا منهكات، او الميتوكوندريال انزيم تستخدم فيه الخليه في وجود الاكسجين، مش تدير حاجه الاوكسيديتيف فوسفوريليشن وتعيش به، ما فيش اكسجين، منهكات، وجا الكالسيوم دمرها بزياده بزياده، وده اللي انهبيشن الميتوكوندريال انزيم، فهذه ادت في النهايه بكل الى الدامج اوف ميتوكوندريا، وماتت الميتوكوندريا ودمرت نفسها بنفسها. تمام، بكل سهوله بكل بساطه، هذه هي الانجري اوف الميتوكوندريا. ريفيجن سريع، والاخر مره كل ما يكون هاي كالسيوم برا ودخل جوا واجد، لانه هو اصلا يخش، بالاضافه الى صار لي ماسف دامج في السيل ممبرين، فبعد قاعد يخش ماسف انفلاكس اوف كالسيوم، بعد يخش الكالسيوم جوا، تلقات الميتوكوندريا قاعد تاخذ فيه جوا، دارت له الكالسيوم دار انهبيشن للميتوكوندريال انزيمز، فدمرت الميتوكوندريا. تو انت دي شطارتك انا في التجميعات. بعد نجي انا نسالك سؤال، نقول لك شن تاثير الانترا سيلر اكيموليشن اوف كالسيوم؟ بتقول لي بدي لي ثلاث حاجات، بيبدي يحفز لي الفوسفوليبيز، حيدمر لي السيل ممبرين، او يدمر لي الفوسفوليبيد اللي موجوده في السيل ممبرين، بيحفز لي البروتيز اللي هو بيدمر لي البروتين اللي موجوده في السيل ممبرين، بيدمر لي السيل ممبرين بزياده، وشن بيدير لي الكالسيوم؟ بيدير لي انهبيشن الميتوكوندريال انزيمز، ودي لي كنهيبك الدامج اوف ميتوكوندريا. الثلاثة انجري اللي قلناها نتو في الاورجانيلز هذين يسموا فيهم الريفرسبل تشينجز اوف هايبوكسيا. بعد نجي انا نسالك نقول لك شنو هن الريفرسبل تشينجز، تذكر لي ممكن عادي بتذكر لي الريفرسبل التشينجز اللي صار في ريفرسبل عادي، لكن لازم تذكر معي الثلاثة، لان انت اصلا قاعد الهايبوكسيا مستمرة، خشت في الريفرسبل تشينجز، جيت بحثت لقيت ريفرسبل تشينجز بس، هذه نقول في اللحظة هذه ريفرسبل هايبوكسيكال انجري، لكن جيت بحثت لقيت فيه التشينجز اللي صار في الريفرسبل ومعها انجري في اللايزوزومز وانجري في الميتوكوندريا وانجري في السيل ممبرين. لا، الثلاثه هذينا راهو خاصات في الريفرسبل، مش خاصات بالريفرسبل، فانا نقول هنا ريفرسبل، ينتهي به المطاف الى السيل ديث. فعشان هنا التشينجز الموجودات في الريفرسبل هيبوكسيك سيل انجري، انجري اوف لايزوزوم، انجري اوف ميتوكوندريا، انجري اوف سيل ممبرين. ان شاء الله تكونوا فهمتوا وحاولت نوصل لكم ونبسط لكم الصوره اكثر واكثر. تو توكلوا على الله، افهموا الفكره وعاودوا الفيديو وديروا رسمات من عندكم وديروا نقاط وديروا تجميعات، بعدين خشوا على شيت الجامعه، خشوا على شيت الجامعه، حتلقوا الكلام اللي كلنا نحن كله متواجد في شيت الجامعه، لكن بطريقه منظمه ومستفه وسهل فهمها وحفظها. تمام، وان شاء الله بالتوفيق.